مباراة هعتبرها مفاجأة من العيار التقيل. مدرسة وي في التصفيات جابوا سكور أعلى من مدرسة النصر. طبعا مدرسة وي حصل العكس، السكور لما بعد قلقوا، بقوا مش قادرين ياخدوا الريسك. الهدف الثاني الحمد لله كنا موافقين في كذا سؤال في فقرة ضربات الجزاء، وإن شاء الله نقدر نعلي السكور في فقرة عجلة الباص. الإجابات كانت عندنا بس هم قدروا إن هم يخطفوا البازل ويرجعوا ب 25 نقطة. خلينا نشوف إيه اللي هيحصل بعجلة الحظ، ويا ترى مدرسة النصر هترفع السكور ولا لأ.